مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح، وفرص لأمطار في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى خاصة يوم الاثنين بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بنلاحظ أن المملكة ستتأثر اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت واعتبارا يوم الأحد بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، أيضا تؤثر على المملكة، تؤدي إلى انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، وتؤدي إلى ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى. والمناطق الشمالية والوسطى تتهيأ الفرصة ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة مع انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة لكنها تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، وأيضا بتكون الرطوبة النسبية مرتفعة، وبالتالي تتشكل الشبورة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وبتظهر بعض السحب المنخفضة، والصغرى المتوقعة بحدود 17 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، درجات الحرارة خلال الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء أقل من معدلاتها ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية على الأقل، وأبرد يوم راح يكون يوم الاثنين. العظمى المتوقعة يوم الأحد بحدود 27، أجواء تقريبا غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى، وتظهر بعض السحب في المناطق الجنوبية خاصة مناطق المرتفعات الجبلية. العظمى 27 والصغرى 20. يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة. العظمى المتوقعة بحدود 25، أقل من المعدل على الأقل بأربع إلى خمس درجات، والصغرى يوم الاثنين بحدود 18. يوم الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى ومعتدلة من حيث درجات الحرارة، لطيفة بالليل، والعظمى 27 والصغرى 27. إذن أجواء تقريبا لطيفة إلى معتدلة في النهار، لطيفة في الليل خلال الأيام الثلاثة القادمة، وتميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، ويوم الاثنين في فرصة لبعض الأمطار المتفرقة. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى. نبدأ في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة وأجواء غائمة جزئيا مع انخفاض على درجات الحرارة، فرصة لبعض الأمطار المتفرقة. إربد 29-22، عجلون 27-21، جرش 30-21، والمفرق 30-16 درجة مئوية. طبعا فرص الأمطار تزداد يوم الاثنين. البلقاء 28-21، أجواء غائمة جزئيا، عمان 27-20، مأدبة 27-21، الأغوار البحر الميت 37-29، الزرقاء أجواء مغبرة، تنشط الرياح الغربية وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق البادية، والزرقاء العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية: الكرك 28-20، الطفيلي 27-18، أجواء غائمة جزئيا في جبال الكرك والطفيلي والشراح، والشراح 25-15، إمعان 30-18، وخليج العقبة 36-25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مغبرة، انخفاض على درجات الحرارة، الأزرق 34-16، الصفاوي 34-15، الرويشد 34-16 درجة مئوية. واضح أن درجات الحرارة تميل إلى البرودة، والأجواء تميل إلى البرودة في المناطق الصحراوية بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. مشاهدينا شكرا للمتابعة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع